كيف يؤمر من هو أصغر من 18 سنة على كبار ووجهاء الصحابة من المهاجرين والأنصار؟ من هو كي يكون تحت إمرته أبي بكر الصديق وهو أول من آمن من الرجال وأنفق ماله على الدعوة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ ومن هو كي ينطوي تحت إمرته عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح وطلحة وغيرهم؟ هذا ما أخذ بنشره المنافقون والمرجفون بالمدينة قبيل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيش أسامة بن زيد رضي الله عنه. ما إن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من حجة الوداع شد الرحال عائدا إلى المدينة المنورة مركز الدولة الإسلامية، واستقر النبي بالمدينة لا ليأخذ حظا من الراحة بل ليستأنف الجهاد لفتح أبواب أمام الدعوة إلى الله. وكان أول ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته أن جهز جيشا لغزو الروم، فقد كانت كبرياء الدولة الرومانية قد جعلها تأبى حق الحياة على كل من آمن بالله ورسوله، وتمنع كل من أراد أن يدين بدين الإسلام وينفك من أسر الجاهلية. وقد حملها هذا الموقف المتجبر على قتل كل من أراد أن يدخل في حظيرة الإسلام، كما فعلت بفروة ابن عمرو الجذامي الذي كان واليا على معان من قبل الروم. ونظرا إلى هذه الجرأة والغطرسة التي أبدتها الدولة الرومانية، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش عظيما للحد من كبرياء هذه الدولة ولكسر غطرستها وتحطيم جبروتها. فأخذ بتجهيز الجيش وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره بأن يتوجه نحو البلقاء من أرض الشام بقصد إرهاب الدولة الرومانية ومن ثم إعادة الثقة إلى قلوب العرب المقيمون على الحدود المتاخمة للإمبراطورية الرومانية. ولما كان أسامة بن زيد بن حارثة لا يتجاوز 18 من العمر، فإن المنافقين أكثروا القول في تأميره وتوليته أمر قيادة الجيش الإسلامي، وشاع بينهم القيل والقال، واعترضوا على أن يقود الرجال الكبار من مثل أبو بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وطلحة وسعد بن أبي وقاص وجميع وجوه المهاجرين والأنصار. يقودهم شاب لم يبلغ مبلغ الرجال من مثل سن أسامة رضي الله عنه، وبلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج على الناس وقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. فحسم صلى الله عليه وسلم الموقف وأمر بالمضي في تسيير جيش أسامة للصدام مع الإمبراطورية الرومانية في ذلك الزمان. ثم أخذ الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه، وخرج معه أكثر المهاجرين والأنصار. وعلى بعد 5.5 كيلومترات من المدينة المنورة في منطقة الجرف وصلت الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزمتهم التريث حتى يعرفوا ما الله قاض في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه رجع أسامة من معسكره ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستلقيا في فراشه قد أخذ المرض منه كل مأخذ، فطأطأ أسامة رأسه وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا يتكلم، ثم جعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة، فقال أسامة: فعرفت إنه يدعو لي. وفي اليوم التالي نشط رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه، فتوجه إلى أسامة قائلا له: أغدو على بركة الله. فودعه أسامة وخرج إلى معسكره للانطلاق نحو إمبراطورية الروم.
وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجيش آخر جيش ينطلق من المدينة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول جيش في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ في هذه الأثناء اشتد الحال برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام الجيش في مكانه ينتظر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آتاهم نبأ وفاته عليه الصلاة والسلام. وبعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، واستقر الأمر لأبي بكر رضي الله عنه، فأوعز لأسامة الذي كان لا يزال مرابطا على حدود المدينة بالمسير لوجهته، وكانت الردة قد انتشرت في صفوف بعض القبائل من العرب. وقد أشار الكثير من الناس على الصديق رضي الله عنه ألا يبعث جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم، إلا أن أبا بكر لم يبالي بالأقوال التي كانت تفضل تجميد الجيش، وأيضا لم يكترث بالآراء التي ارتأت أن يستبدل أسامة بغيره، بل أطلق قولته المشهورة التي تدل على صلابة موقفه وقوة عزيمته قائلا: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله. ووجه أسامة لإتمام المهمة التي أوكلها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الصديق يودع جيش أسامة ماشيا، ولما أراد أسامة أن ينزل ليركب أبا بكر رضي الله عنه اعترضه أبو بكر، وودعه وأوصاهم خيرا فيما هم مقدمون عليه، وقال لأسامة: اصنع ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهض أسامة للأمر الذي كلفه به خير قيام، وانتهى إلى ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لا يمر بقوم ولا قبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ومنعة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزمهم جيش أسامة وقتلوهم، ورجعوا سالمين إلى مركز الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.